نحسبهم بالدقائق مع الحديث بالضبط. إن شاء الله سيتم الإعلان رسميا عن انطلاق منصة ديوان إسبور، كونفرنس دو بريس كبيرة برشا يحضروا فيها العديد من الصحفيين والإعلاميين، أيضا وجوه رياضية، باش نعرفوا كل التفاصيل. سعداء وأنه معنا المدير العام لبلاتفورم ديوان إسبور السيد فتح كريشين. صباح الخير ونهار زين. بخير عبدالله، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة ديوان. يعيشك، شكرا لك، ألف مبروك الانطلاق الرسمي إن شاء الله لمنصة ديوان إسبور. سي اون بروميير سي فتح على المستوى الوطني، على المستوى التونسي، أول إذاعة تطلق هكذا منصة. عندك حق عفاش، هي سي اون بروميير. ديوان إسبور هي منصة رقمية تعمل ستريمينغ نتاع لي ماتش، هي مش كان في تونس الحقيقه، اليوم في افريقيا وفي العالم العربي ما فماش منصات رقميه فقط، فما اذاعات وفما تلفزيون عندها منصات، ما فماش منصه رقميه فقط، وهي اول تجربه في تونس. ديوان إسبور هي ستارت اب، هي مؤسسه ناشئه. اليوم باش يكون الاعلان الرسمي عن الانطلاق نتاعها، برشا عباد تابعوها، برشا عباد دخلوا. كانت تبث المنصة في تجريدي مجاني تقريبا منذ بداية البطولة. هذا أول عقد يصير مع الجامعة التونسية لكرة القدم في الحقوق البث الرقمية، واليوم كما قلت أنت بعد دقائق باش يكون الإعلان عن انطلاق المنصة بصفة رسمية، وباش يكونوا معنا رؤساء النوادي، باش يكون معنا ممثلين عن الجامعة الوطنية لكرة القدم، باش يكون معنا صحفيين. والهدف هو مرة أخرى كونه اليوم معناها أي مواطن تونسي في تونس وإلا برا في أي بقعة في العالم، وما هوش كان تونسي يجي يتفرج في كرة قدم تونسية، مهما كان تكون الفريق متاعه. معناها المنصة اليوم تبث كل مقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقابلات الكل، الفرق الكل، وباش يكون دونك البث نتاع المقابلات نتاع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بالنسبة للبطولة وبالنسبة لكأس تونس. تري بيان، دونك وصلوا الحضور، اعطيني فكره على الاجواء نتاع المؤتمر هذايا، كيفاش باش يكون وشنو باش يتضمن؟ الحقيقه هي باش تكون تقريبا ساعه ولا ساعه ونص، معناها استدعينا فيها كما قلت لك الناس المهتمه بالشان الكروي في تونس الكل، باش نبثوها زاد على المنصه نتاعنا. والهدف هو كون نعرفوا بالمنتوج، العباد كما قلت لك دخلت شافت جربت، دونك باش نعرفوا بالمنتوج، باش نفسروا للعباد كيفاش باش يتم الاشتراك، شنو هما المقابلات اللي باش يتبثوا، شنو هما الحاجات الجدد اللي باش يكونوا موجودين في المنصه السنة وعام جاي. دونك باش نحاولوا نفسروا للناس الكل، خاطر فما برشا تساؤلات صارت الحقيقه على المنصه كيفاش تخدم اكسترا. دونك باش نحاولوا اليوم نفسروا للناس الكل كومون سافا مارشي، واستدعينا الصحافه التونسيه الكل وبعض من الصحافه الاجنبيه باش الناس تفهم كيفاش تخدم منصه، وباش يجمو يتابعوا مقابلاتهم ويتفرجوا في المقابلات الكل. تري بيان، سي فتح كريشين مدير عام منصه ديوان سبور، شنو هو الانتظارات في السنوات القادمه؟ نعرفوا انه تفكيركم ديما ما يكونش مستقبل قريب، ولكن ديما قريب وبعيد. هو الحقيقه، هذه تجربه اولى، ولكن احنا فرحانين برشا، معناها كاي مؤسسه ناشئه كاي ستارت اب الهدف نتاعها هو تكون مؤسسه عالميه، والهدف نتاعنا احنا ان شاء الله اليوم باش نوصلوا كما قلت لك نخليوا لفان الناس اللي تحب الكره، الناس اللي تحب تفرج في الكره، اللي عندهم الجرين تاع يجموا يعيشوا غرامهم لايف، معناها وهذاك الشعار نتاع البلاتفورم، عيش غرامك لايف مع ديوان سبور. اكزاكتومون، هذا شعار البلاتفورم. ولكن ايضا اليوم مهم باش يكون عندنا مؤسسات كيف ما هكا تجم تكون موجوده في تونس وفي العالم، وتجم تبث مقابلات تونسيه وعالميه، فما البطوله العربيه للانديه، فما البطوله الافريقيه، هذم كل برشا عباد يلقاو صعوبات باش يجموا يتفرجوا فيهم. فاحنا الهدف نتاعنا كونه جوستومون بفضل ديجيتال والرقميات، اليوم الناس الكل كونيكتي، الناس الكل عندها تليفونات، الناس الكل تشوف في دو كونتوني ملتي ميديا، والكونتوني هذا نحب نوصله للعباد الكل باسهل طريقه ممكنه وباقل سعر ممكن. تري بيان، دونك احنا كل التفاصيل حول الاسعار، حول كيفيه الجانب التقني، المحتوى هذا كل بالطبيعه نعرفوه بعد انتهاء المؤتمر، دونك خليكم معنا في المتابعه. شكرا لك، نخليك ان ديغني مو سي فتح كريشين، تفضل.
اكزاكتومون، بارك الله فيك عفاف. احنا كما قلت لك اليوم ال11 باش نعلنوا على كل التفاصيل، والناس باش تدخل على المنصه دي وينسبور.com وعلى لي باج نتاعنا في الريزو سوسيو باش يلقاو كل المعلومات اللي تخص المنصه. ومرحبا بكم وبهم بحضانا اليوم أبارتير دو 11. شكرا ليك يعطيك الصحة. دونك شكرا جزيلا، يعيشك إن شاء الله. مبروك علينا ديوانا فام، وإن شاء الله مبروك على تونس والتوينسة والجماهير الرياضة الكل. عيش غرامك لايف مع ديوان سبور، الانطلاق الرسمي والبث الرسمي للبلاتفورم هذية اليوم. دونك الندوة الصحفية تبدأ مع الحديث بالضبط، وبين الندوة كل التفاصيل تلقاهم موجودين في برامجنا لهنا، وأيضا تلقاهم موجودين على لي باج متاعنا كل سواء فيسبوك انستغرام وإلا شين يوتيوب متاعنا ديوان اف ام لايف. ولحظة بلحظة نعطيكم كل ما هو جديد باش نمشي ومو